فالقصة بالنسبة لنا هتكون احنا يعني استمتاع. ابراهيم صلاح في سموحة، ابراهيم صلاح في الزمالك، ايه الفرق؟ الفرق اول حاجه انا كابتن نادي الزمالك مع بعض طبعا شيكابالا وحازم، يعني المسؤوليه اكبر بكتير جدا. يعني انا رحت نادي سموحه، ناس محترمه، وكان عندي هدف معاهم ان انا كمان افضل موجود بالصوره اللي كنت موجود بيها، ان انا ابدا افضل في الملعب عشان نشارك مع المنتخب. فالفرق كبير، الطموح اول حاجه. انت عندك جماهير نادي الزمالك كلها قفشت شويه مع كابتن بطوله. حلمي فعلا ولا ايه؟ قفشت شويه مع كابتن حلمي ولا اشاعه؟ لا لا خالص، هو بس كان اخر مباراه اللي هي كانت مجال مع الزمالك اخر 5 دقايق دي، يعني كان تقريبا الدقيقه 91، فانا ما كنتش حابب ان انا اكون موجود، يعني ما كنتش حابب ان انا انزل في الوقت ده. فانا عادي، انا جاي ماشي عادي، فلقيته بيقول لي خلاص خليك وغير واحد تاني، فما كانش عندي مشكله خالص، فقلت له ما فيش مشكله وبس، ده اللي حصل يعني. وتاني يوم رحت التمرين وكنت عادي بتمرن، ما عنديش اي مشكله خالص يعني. علاقه كويسه مع كابتن حلمي؟ اه طبعا، كابتن حلمي من الناس المحترمه جدا اللي انا بعتز بيها. مدرب محترم طبعا الحقيقه. طبعا، وعمل لنادي سموحه شكل كبير، المركز الثالث اللي هيشاركوا في بطوله افريقيا، فادى اللي عليه بغض النظر هو كمل غيروا الجهاز الفني، لكن هو ادى المطلوب منه، ادى اللي عليه، فدي حاجه تحسب له برده. بشكره على الفتره اللي قضيتها معاه، وان شاء الله بتمنى التوفيق لسموحه المباراه اللي جايه، وباذن الله يكون الموسم الجاي يكون خير ليهم. انت بتلعب قدام الزمالك صعب جدا والله، يعني انا اول مباراه كانت بعد ما مشيت من الزمالك ب3 ايام، اللي كان فيها كلام كتير كمان برضو، فالموضوع صعب جدا. يعني انا نفسي مش حاسس التسخين غير اللي انا فرقتي بتسخن، انا كنت مع الناس دي ازاي اللي لابسه ابيض دي من يومين بالظبط، واحد منهم بالظبط كده. يعني حاجه كمان انا مختلفه ليه، لان انا اول مره العب في مكان غير الزمالك، يعني لعبت مع المنصوره كنت صغير في الممتاز به، ما لعبتش دوري الممتاز. طب اللعيبه كانت بتتعامل معاها ازاي؟ اللعيبه الحمد لله انا على طول كنت معاهم، حتى في اما مشيت على طول بكلمهم باجي لهم. في الماتش انا كنت خايف ادخل على حد جامد يقولوا ابراهيم عايز يعمل على زمايله، جالي شد في كوره في الاخر، قمت كنت جنب الخط طلعت بره عشان ده ابراهيم بيضيع وقت. يعني انا كان ده حاجات عاديه في الكوره، بس انا كانوا هيبصوا لي ان هي بشكل تاني ده ابراهيم، وما سكتش من الكلام. انت ما كنتش بتلعب كده ليه في الزمالك؟ انت كنت في هزار مع اللعيبه ولا ما؟ اه طبعا، اصل انا عشره معاهم، يعني انا في ناس بقى لنا 8 سنين في النادي، انا وحازم وتوفيق وعمر، يعني انا بتهيألي قعدت مع الناس دي اكتر ما قعدت في بيتي. فغصب عني انا حتى بعد ما مشيت تليفونات كل يوم، وكنت بتكلم معاهم بعد كل ماتش يكسبوه او اي حاجه في افريقيا تحصل كنت على طول بكلمهم. يعني الحمد لله الواحد مش محتاج ان حد يتكلم علينا، نادي الزمالك ده بيت ليا، وكان هو دايما الخيار الاول ليا في كل حاجه. فانا اعتبر ان انا رجعت المكان بتاعي بس مش اكتر يعني. ربنا يوفقك كابتن اللي جاي ان شاء الله باذن الله. انت اخر مخاطره يعني بمنتهى الصراحه كده بالبلدي، احنا في فتره تسكين بدايه موسم، كل المدربين بيتسكنوا، ايد الرايح الشرقيه وشيحه هناك والدنيا تمام وعاملين صفقات كويسه وجهاز فني محترم، كنت هتروح معاه باشا عم المنطقه، الدنيا كويسه. انت ده رايح دلوقتي نادي الزمالك، نادي الزمالك ريسك خطره يعني بمنتهى الصراحه كده، يا انت ومؤمن سليمان الماتش الجاي ده تبقوا حديث المدينه. ايوه كويس، يا تبقوا حديث المدينه. لا خلص. والله العظيم انا بتفرج على كان طيب طب هاجل بس اخد استاذ محمود الاسيوطي رئيس نادي الاسيوطي يعرف بس كابتن مؤمن مش ازاي ومين اللي جاي. مساء الخير يا محمود بيه. ايوه يا كابتن سيف. محمود بيه ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا زي حضرتك. معلش يا فندم تعبينك وبنطلبك وانت في النمسا. لا لا انتوا تشرفونا واحنا نحب نسمع صوتكم دايما يا كابتن سيف. ربنا يخليك يا فندم، من ذوق حضرتك الحقيقه، من المنظومات المحترمه نادي الاسيوطي، وان شاء الله باذن الله نشوفه في الدوري الممتاز قريب ان شاء الله. ده من ذوقك. شكرا. ربنا يخليك كابتن، يعني كابتن مؤمن سليمان حضرتك يعني الموضوع قال اخذ وقت طويل تفاوض مع حضرتك، حضرتك سبته النادي الزمالك، ايه الكواليس؟ والله طبعا انت عارف ان كابتن مؤمن من ابناء الزمالك، وانا كنت عارف ان الموضوع قرار صعب بالنسبه له جدا، والمستشار مرتضى اتصل بيا امبارح واتكلمنا مع بعض كتير. وحضرتك زملكاوي كمان سمعنا بالظبط كده، فكان في شرط جزائي. طبعا انا نزلت على الشرط الجزائي، لان انا على المستوى الشخصي بحب الكابتن مؤمن سليمان جدا،
كمان زملكاوي يعني. فبعد الاتصال من المستشار مرتضى امبارح يعني كل حاجه تمت بالتراضي، وكابتن مؤمن سليمان يعني انا بعتبره المدرب المصري الاجنبي، مصر الجنسيه لكن عنده ثقافه اوروبيه في الفكر بتاعه، ويكون اضافه كبيره لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. وانا برضه بشكر المستشار مرتضى منصور اللي هو اداله الدور بتاعه، لان مؤمن سليمان لو مش هو مدير فني هيفقد اكبر ميزه اللي هو عنده ابداع في الفكر. وانت عارف دايما المدير الفني بيبقى لازم يكون ليه ادوار تانية، فانا حاسس ان هو هيكون اضافه لنادي الزمالك. وحتى لو ما جاش مدير فني اجنبي، ده الكلام ده انا قلته للمستشار مرتضى منصور، مؤمن سليمان ممكن هيبقى مفاجاه في الدوري المصري الفتره اللي جايه، ومن المدربين الواعده في الدوري المصري يعني. فانا بقدمه هديه لنادي الزمالك. والله يا فندم فكر يحترم، يا ريت الناس كلها تبقى فكرها زي حضرتك. عايزين نعرف برضو البديل عند حضرتك للكابتن مؤمن. احنا حاليا انت عارف ان احنا كان انا من النوع اللي ما بحبش التغيير كتير، لان انت بتختار اللعيبه على مدرسه معينه في الكوره وعلى فكر تدريبي معين، فكان الجهاز كله فكر واحد، الكابتن مؤمن سليمان والكابتن ايليا البلغاري وكابتن عمرو كلهم فكر واحد. فاحنا درسنا كل السيره الذاتيه للمدربين المصريين المحترمين كلهم، لقينا ان احنا لو دخل حد في الفتره دي بعد اختيارنا للعيبه، المشكله ان انت ما يبقى عندك مدير فني وليه طريقه معينه في اللعب، وبيحب الكره السريعه، بيحب اللعيبه الصغيره، بيحب حاجات كتير جدا، فانت بتختار نوعيه اللعيبه اللي بتنفذ الطريقه بتاعتك. لما يجي لك فكر تاني ممكن المدرب اللي يجي يتظلم، لان هيلاقي اللعيبه مش هي اللي هتقدر تنفذ الفكر بتاعه. فاحنا بعد تفكير ومشاورات من امبارح لغايه النهارده، فاحنا صعدنا الكابتن ايليا البلغاري اللي هو هيبقى مدير، وبعد كمان الكلام مع كابتن مؤمن، يعني النهارده كان في كلام مع كابتن مؤمن على مين اللي يقدر ينفذ نفس الفكر ونستمر. احنا عندنا معسكر اسكندريه من يوم 3/8 طالعين بالفريق، فالبرنامج ماشي، مش عايزين فكر التدريب يتغير، مش عايزين حاجه تتغير جدا. فالمدرب البلغاري هو مع كابتن مؤمن هم حافظين بعض، وهم هيمشي على نفس مدرسه الكابتن مؤمن. وجبنا كابتن حسن موسى، كابتن حسن موسى طبعا انت عارف كان بيدرب الاسيوطي في الدوري الممتاز كمدرب عام ومثل مدير فني 8 مباريات، وراح مع كابتن حمزه الجمل في الشرطه العراقي كان مدرب عام. والمدرب حسن موسى برضه من المدربين المثقفين جدا والواعده في الكره المصريه. معاهم الكابتن عمرو نفس الفكر ونفس الثقافه. فاحنا بنحاول دايما يبقى في انسجام ما بين الجهاز، ويبقى ثقافه واحده، يبقى يعني قريبين نفس الفكر، وحتى اللعيبه بتبقى اللي مختارينها ما بتتعبش معاهم، فده اللي احنا عملناه الفتره الجايه. ان شاء الله يا فندم ربنا يوفقك وتعودوا تاني للممتاز ان شاء الله، ويرجع الاسيوطي تاني في الممتاز. بتمنى لك كل التوفيق. دعواتك، واتمنى الكابتن علاء عبد الغني طبعا مدرب محترم يبقى مع الكابتن مؤمن، هما الاثنين يكونوا اضافه ان شاء الله. ونادي الزمالك مش محتاج، يعني انا حتى الكلام ده قلته للكابتن المستشار مرتضى، نادي الزمالك مش محتاج اسماء، نادي الزمالك محتاج تيم ورك يكون شهادات. العلم النهارده مهم جدا. الاسماء اللي مع نادي الزمالك هو اللي بيصنعها، مش الاسماء اللي مع اللي هتصنع. مع احترامي طبعا الاسماء الكبيره بتشتغل في نادي الزمالك، لكن لازم برضو الشباب ياخد فرصته، والزمالك هو اللي صانع النجوم، فمش محتاج ادور على اسم لامع سواء مدرب اوروبي او مدرب مصري. لا، الزمالك محتاج يدور على مدرب بيكون امكانياته عاليه، والزمالك هو اللي يعلي اسم المدرب بالامكانيات العاليه دي. صح. فان شاء الله الكابتن مؤمن والكابتن علاء عبد الغني واي مدرب ان شاء الله يكون معاهم هيكونوا اضافه لنادي الزمالك. وانا بيقول لي برضو ان الكابتن ابراهيم صلاح موجود في موجود يا فندم، مشرفنا على يمين اهو. الكابتن ابراهيم صلاح طبعا ده من كباتن نادي الزمالك، واقول له الحمد لله على السلامه والحمد لله عودتك لنادي الزمالك، وهيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك في الفتره الجايه، لان لعيب مهم في نادي الزمالك وفي منتخب مصر،
كان خساره كبيره ان يمشي من نادي الزمالك. عودته ان شاء الله هتقوي نادي الزمالك، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك وكل الانديه المصريه ان شاء الله يا فندم. ونتمنى التوفيق لاسيوطي ويرجع تاني لاسيوطي الممتاز. بتمنى لك كل التوفيق واشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم استاذ محمود لاسيوطي رئيس نادي لاسيوطي ومنظومه.